السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. ألوغ هاد الفيديو سي بوغ لي أن أسي بالنسبة للمستوى أولى إعدادي. دونك ماتيير إس في تي جبت لكم واحد تيست دياغنوستيك كونسيرنون لا ماتيير سيونس دو لا في إي دو لا تيغ، مادة جديدة عليكم هاد العام. ولكن إلا بغيت نبسطها لكم نقول لكم هي تتمة أو لهم الدروس اللي خدمتو ديال النشاط العلمي ديال الإبتدائي. داكوغ، بزاف ديال الدروس غادي يبان لكم وبزاف المعلومات غير بالكم كيتعاودوا ديجا قريتوهم في المرحله الابتدائيه، غير هي اون فرونسي طبعا. داكوغ، وطبعا غيكونوا حاجات جدادين غادي تتعمقوا اكثر في الدروس هذه اولا. دونك ثانيا نفكركم تخليوا لايك للفيديو وتتعلقوا تكتبوا لي اي حاجه بغيتوها. داكوغ، وكنتمنى تكونوا دخلتوا للجروب اللي كاين في التليجرام، مجموعه مجانيه كنبقى دائما اون كونتاكت معكم وكتوصلوا كذلك بهاد لي سيري هادو قبل من الفيديو، كوم سا كتعملوا محاوله وابخي كتشوفوا معايا التصحيح. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه اللي بغيت نلونسيها في هاد الفيديو هذا هي انطلاق دروس ديال الدعم. داكوغ، دونك كاينين حصص اسبوعيه، تفاصيل كامل ان شاء الله نتواصل من تواصلوا معايا غادي نعطيكم تفاصيل اكزاكت. دونك طبعا بيون، دونك هما غادي يكونوا حصص اضافيه او لا حصص الدعم اللي غنخدموا فيها ماتيير ماتيماتيك، غنخدموا فيها الفيزيك الاس في تي، شرح دروس وانجاز تمارين ونماذج ديال الفروض، ونبداو على بركه الله. دونك الاعلان راه ديجا حطيتو لكم، حطيت لكم نيميرو التليفون، اللي مهتم بهاد الحصص الاضافيه يتواصل معايا اون بريفي. داكوغ، يلا نبداو على بركه الله. دونك بروميير اكزرسيس قال لك ميتر اون كروا. داكوغ، دونك قال لك ميتر اون كروا. داكوغ، دوفون لا ريبونس كوريكت. اوكي، دونك حتى الاجابه الصحيحه. اوكي، دونك لور دو ليكسبيراسيون، دونك ليكسبيراسيون كاينه انسبيراسيون كاينه شهيق وكاين اكسبيراسيون كاين زفير. داكوغ، دونك اثناء الزفير لوم شنو تيعمل؟ روجيت لو ديوكسيد دو كربون سي او 2 دون لو ميليو، يطرح ثنائي اكسيد الكربون في الوسط، او بيان prend le dioxygène à partir du milieu كياخذ الاكسجين انطلاقا من الوسط. alors voilà كيف ما قلنا prend le dioxygène à partir du milieu يعني كياخذ الاكسجين من الوسط. دونك في الشهيق كناخذ الاكسجين، ولكن في الزفير كنطرحوا ثنائي اكسيد الكربون. دونك في الزفير on prend pardon في الاكسبيراسيون اون روجيت لو ديوكسيد دو كربون. لي زانيمو انفيرتيبري، دونك لي زانيمو انفيرتيبري اللي هما الحيوانات اللافقاريه. شكون هما الحيوانات اللافقاريه؟ هما الحيوانات اللي ما عندهمش العمود الفقري. اوكي، كيتسموا لي زانيمو انفيرتيبري سو كاركتيريز بار باش كيتميزوا، انا ديجا قلت لكم دابا بان ما عندهمش العمود الفقري، كولون فيرتيبرال ما كاينش. واش لا بريزونس او لابسونس؟ طبعا لابسونس ديال لا كولون فيرتيبرال. كولون فيرتيبرال هو عمود فقري. عقلو دابا هاد الكلمات وهاد المعلومات نتوما ديجا عارفينهم، دابا كتقراهم اون فرونسي. داكوغ، فوالا. لو ريجيم اليمونتير، نظام غذائي. قلنا ديجا فواحد التست دياغنوستيك ديال الاس في تي حطيت لكم ان تست ريجيم اليمونتير، نظام غذائي، كاينين ثلاثه ديال الانواع، كاين كارنيفور لحم، اربيفور عاشب، وكاين اومنيفور اللي كيكون عاشب ولحم بحال الانسان. اوكي، دونك صافي، دونك انا ديجا عطيتكم المعلومه. دونك عند الانسان فهو عاشب ولحم، اومنيفور. اوكي، كارنيفور هو لحم. لي بواسون ريسبير بار، دونك الحوت كي يتنفسوا باش واش بلوني بحال الانسان والحيوان، اولا بلي برونشي. لي برونشي هما داك الغلاصين ديالها، دونك لي برونشي. اوكي، مزيان. دونك كلاسي لي زانيمو سويفون سولون لو ريجيم اليمونتير، يا اما هيربيفور او بيان كارنيفور. طبعا كاينين حيوانات لي عندهم نظام غذائي معين، كاين لي كارنيفور وكاين لي هيربيفور. كارنيفور كاين حيوان لاحم
كياكل اللحم، و هيربيفور كاين حيوان عاشب اللي كياكل غير العشب. داكوغ؟ دونك بالنسبه للرونار هو الثعلب طبعا كارنيفور. رونار ايتان انيمال كارنيفور. لا سوتريل، دونك لا سوتريل هو الجراد، الجراد كذلك فهو كارنيفور. ليفغ، ليفغ هو ليفغ الارنب. اوكي، دونك ليفغ ايتان انيمال هيربيفور. ايجل نسر كارنيفور. لافاش هيربيفور. لو شا كارنيفور. لو سيربون كذلك الثعبان اي كارنيفور. داكوغ، اون باس. قالك سيتي لو رول دو شاكان دي زوتيل سويفون. عندنا دي زوتيل اليات خصكم تكونوا عارفين لو رول ديالهم، الدور ديالهم. عندي لا بوصول، لا بوصول هي البوصله اللي كتحدد لي الاتجاهات. عندي لو ترمومتر جهاز لقياس درجه الحراره، وعندي لا كارت الخريطه بوغ لوريونطاسيون توجيه ديال الاماكن واللوكاليزاسيون ديال المكان. اوكي، دونك عندي هنايا كوم ديفينيسيون. دونك لا بوصول سير انديكي، دونك سير انديكي. دونك كتبوا هاد لي ديفينيسيون غادي تحتاجوهم اصلا غادي تقراوهم. لا ديريكسيون فوالا، اون يوتيليزون لو شون مانيتيك تيرستر او لا بلاص بارك عليكم، سير ا انديكي لا ديريكسيون من الاتجاهات الاربعه. لو ترمومتر mesure la température. Yep. Mizien. Ou la carte, qu'on a. Facilite, نقدروا باختصار نكتبوا facilite l'orientation d'un trajet. Ça fait. Facilite l'orientation, l'orientation d'un trajet. D'accord. Ok, donc elle proposer, يعني اقترح. D'accord. Donc proposer une chaîne alimentaire. سلسلة غذائية، ديجا قريتوها في النشاط العلمي. سلسلة غذائية هي شيء كيكون حيوان يؤكل من طرف حيوان آخر، عاود هذاك الحيوان يؤكل من طرف حيوان آخر، ودائما كنبداو بالعشب دائما. دونك كنبدا بأرض يؤكل من طرف مثلا لابان، ولابان كيتكل من طرف لغونار مثلا ثعلب. Deux facteurs qui détruisent un milieu naturel. Détruisent. يخرب أو لا كنقولو يدمر. دونك جوج ديال الحاجات. مثلا أول حاجة تلوث، لا بوليسيون. تاني حاجة عندنا لا ديفورستاسيون. هي ملي كنبقاو نحيدو الشجار، نستعملو الخشب ديال الاشجار، نحرقو البلاصه ديال الشجر حتى ما كيبقاش كترجع ارض قاحله. دونك هكا يعني هادشي كيخلينا كيخلي ان الميليو ناتوريل الوسط الطبيعي يدمر. ديفورستاسيون دونك كتسمى بعمليه ديفورستاسيون. داكوغ. كيل سون لي بيزوان دو لا بلانت فيرت.
دونك ديجا قريتو الدرس ديال النباتات الخضراء، شنو هما الحاجيات ديالها؟ لي بوزوان، اول حاجه لو، مزيان غيخصها لو، غيخصها لا لوميير الاضاءه باش تعمل ليا التركيب الضوئي فوتوسانتيز، وغيخصها شنو لو، وغيخصها لو لوكسيجين داكا، داك لي نوتريمون لي كيكونوا في الارض في لو سول. Utilisez les mots suivants pour légender le schéma suivant. D'accord? Donc, on a ce schéma. Voilà. Donc, on dit la bouche, طبعاً, le fem. On dit qu'on a اللي كيصل الماكلة اللي كيوصل الماكلة من لابوش للاستوما سي لو سوفاج والمريء. داكور الاستوما المعدة عندي هذا الصغير لانتستان غريل معي الدقيق لانتستان غريل وهذا اللي كبير سي لو غرو انتستان مع الغليظ لو غرو انتستان داكور مزيان ركزوا في هادشي لان هادشي اللي غادي تقراوه هاد العام ان شاء الله دونك dernière question le schéma suivant représente la dentition التسنين اوكي d'un animal carnivore حيوان لحم Légendez le schéma en utilisant les termes suivants. On dit les canines, les incisives, les molaires. Les canines sont l'aniab. Les incisives sont l'asnel amamia. Et les molaires sont l'adras. D'accord? Donc, طبعاً, هذو qui sont pointus, qui sont حادين. Voilà, donc, هذو ما les canines, هذو ما l'aniab. Les incisives sont هذو القداميين. وعندي اللي بهذا الشكل هذا هادو هما لي مولير فوالا دونك تيست لي هو بسيط جدا اوكي دونك جيسبر تكونوا استفدتوا معايا دونك بالتوفيق لكم جميعا تقدموا قبيله ان شاء الله دمتم في رعايه الله